سالك. شواري لطيف، كنا احنا نساو. احترامي مدام. اهلا وسهلا. انا الملازم دعدش، ابو الفضل دعدش، ملازم اول، وحضرتها سندي الرقيب قهوشي. تشرفنا. خير؟ ما بعرف اذا كان حضرتكم يعني دريتوا او قريتوا او سمعتوا انه حوادث السطو عم تكثر. يظهر فايت حرامي لعند الجيران؟ لا مدام، ما حصل لهلا. مو حضرتكم كنتوا عندهم؟ اي نعم كنا عندهم، لكن يعني مجرد تدابير احترازية من باب الطمأنينة حرصا على امان المواطنين الشرفاء. مثل حضرتكم يعني. شكرا. فلذلك يعني اذا ما عندكيش مانع تسمحي لنا نطلع على استعدادات البيت ضد حوادث السطو. تفضلوا. يلا تفضل حضرتك الرقيب، تفضل. سكر الباب ولا خليه مفتوح حضرة الملازم؟ يعني اذا ما عندكيش مانع سكري، بدنا نشوف اذا كان اغلاقه محكم ولا مش محكم. عن اذنك بصراحه بقول لك الباب ما بيطمنش. ليش؟ عم بيلق، واللق مش حلو. هذا بيقول لك لق لوق، او واحد قليل الادب بيقولوا لق قوة الصرماي. ليش؟ لانه في فضاوي. بهالفضاوي اي حرامي بيقدر يحط حديدي ويقرصه هيك بيفتح. دائما بقول له خلينا نركب له قفل 6 طقات. بسبع طقات؟ 7 ولسانين. ما بعرف، بيقول لي باب الحديد تحت مقفول وما بيفتح غير على الانترفون. ولو كان، لانه كثير من الاحيان بيجي حدا بدق لك بيقول لك انا جاي لعند الجيران عم دق لهم ومش عم يسمعوني. افتحي لي اعملي معروف. انت من طيبة قلبك بتفتحي لي. ايه بتصير معي كثير، بيقولوا لي لعند الجيران بفتح لهم. وبجوز يكون حرامي. لذلك دخيل عينك لتاخذينيش عم كثر من هودي اللي ذلكات، بس مشان مصلحتكم يعني. لذلك بتفتحيش لحدا على الانترفون الا اذا كان بتعرفوه وجاي لعندكم. عندك حق. لكن كيف صار احتلال الروضة؟ خدعه، مثل خدعه الانترفون سجليه هذه. لذلك بتحطولي على الباب قفلين، كل قفل بلسانين، لساني متريس فوق لساني متريس تحت. على هالدرف قفل وعلى هالدرف قفل. ما بيكفي قفل واحد؟ لا ما بكفيش، ما بكفيش يا اختي. ليش؟ لانه اذا حاطين، لنفرض يعني حاطين على هالدرف قفل بجوز يخلع الثانية. عم تحكي درار. اختصاص امن من كرواتي هذه اللي وصلت لنصف نهائي وطلعت الثالثة، بعدين عملت دورة تدريبية باليمن. سجلي لي لقب قفلين، كل قفل 7 طقات بلسانين. سجلت حضرة الملازم، بس ما قلت لها على موضوع المفتاح. أنا مفتاح؟ أكيد عاملين أكثر من مفتاح للبيت. إيه 3 مفاتيح. لذلك على فرض يعني إنه ضاع مفتاح ثورا بتغيروا لي الجوزي. شو هاي الجوزة؟ قلتي لي شو هي الجوزي؟ هذه الجوزي لب القفل يعني مع مفاتيح جديدة، لانه ساعتها اذا وقع المفتاح القديم بايد حدا بيفتحش بيشتغلش على الجوزي الجديده، والباب بضل مقفول. الله لا يقفلها بوش مخلوق. ياما منضوع مفاتيح وما بننتبه لهالناحيه. اصبح بتغيروا لي الجوزي. اكتبي تغيير جوزه الباب بين قوسين لب القفل. يا عمي قوسين، قوس هيك وقوس هيك، نضل نعلمكم لب القفل. دمشق إلى 7 أبواب. فكرك ليش خالد بن الوليد اختار الباب الشرقي لا يدخل ويحتل دمشق؟ لأنه جوزة الباب الشرقي إلى 100 مفتاح. سجلتي قفلين 7 طقات؟ سجلت. وكرمال المدام بعد زيدي طقة، زيدي طقة لقلك. إسا خلصت بموضوع الباب، بيصفى نعرف وين وبأنه غرف يعني بتحطوا أشياء كل الثمينة. ثمينة مثل شو؟
معروف مبدأ السطو، خفيف الوزن غالي الثمن. يعني بدك تقولي مثل يعني مصاري مصاغ وحلي أوراق هامة مستندات. ما في غير غرفة النوم بحط فيها مصاغي ودفاتر جوزي وأوراقه بحطها بهالدروج، شي هون وشي هون. أصبح حضرة الرقيب فوت مع المدام على غرفة النوم، لأنه أنا كرجل ما بيجوز ادخل لغرف المحصنات. تفضلي. تفضلي تفضلي، يلا بسرعة لشوف. هتتلقسيش. في شيء يعني أيتها ملاحظات؟ المصاغ حاططه بصندوق عادي بينقفل لكن سهل حمله. لك هلأ بديش يعني فلسفات ولا تعب، بيقفل ما بيقفلش، بنعمل ما بنعملش، بدي مقترحات عملية. في ورا الخزانة خلعة ممكن ينعمل لباب سري. وهالخلعة هذه 9 صندوق حديد؟ أكيد. أصبح تشتروا صندوق حديد بتحطوا فيه المصاغ وبتحطوه بالخلعة وبتعملوا له باب سري، ثم تشتروا صندوق حديد. صندوق تاني؟ لا صندوق واحد. مدري ليش برم الحكي معي. عالتعب حضرة الملازم عالتعب، يعطيك العافية. الله يعافيكي. الصندوق الحالي بقصد بتحطي فيه صيغة كذابية وبتتحشيه بيتم الخزانة. عم سجل. برافو عليك، عرفتي كيف؟ هيك شو اللي بده يصير هلق. الحرامي لما بيجي بيلاقي بوشه الصندوق اللي فيه الكذابة بياخده وبيمشي وبكفيكوا يشره بدون ما يبحبش هون وهون. صح. أمس قريت بالمجلة عن وحدة بتلبس صيغة فالصة والحقيقي حاططه بالبنك. هذه بدها تكون الأميرة كاترين دونوف. وين غرفة المكتب؟ ما في عنا غرفة مكتب، جوزي بيشتغل غرفة الأكل لأنه بيحب يأكل هو عم يشتغل. ده كان الله يخليكي من بعد لطفك، وإذا بتأذني يعني دلية على غرفة الأكل خليها تاكلنا نقمي. كي برمت معي خليها تعمل لها يعني برمة أمنية بقصد. تفضلي. بسرعة يا بنتي تلقسنا. يا مدام كان في خاطرك شوي؟ نعم. هلق هذا الأباجور وكل أباجورات البيت يدوي ولا كهرباء؟ لا على الكهرباء، كل شيء عنا على الكهرباء. ولما بتنقطع الكهرباء بتشغلوه على الإيد؟ طبعا إلو هي اللي بيبرموها. ها أكيد عاملينه 220. والله هي ما بعرف. لا 220 أنا بعرف، فازين حامي وإرث. بتمنى يا غانمي إنه ما تنسيليش موضوع الانترفون. ها لا خلاص معك حق بالمية مية. وإذا السيولة متوفرة ركبوا كاميرا بكون أحسن. إيه من دق الجرس تحت شفتوه فوق. تفضلي قايلي إختي ليش واقفة، اعتبري البيت بيتك. تفضل. الحمد لله سيولة الله مأنعي. تعرفي يا أختي شاغل بالي هالبلكون هذا حدا يقفز من فوق.
نحن طابق رابع، منين بده يقفز؟ من على الاسطوح بينطوا. على كل حال هلا بنتاكد من باب الاسطوح. دائما فلتان. ابي سرج، هذا اسمه فلتان امني. باعتباركم الطابق الاخير لازم تقفلوه وخلوا المفتاح معكم، واي حدا من الجوار بده اياه بياخذ المفتاح، بيفتح بيقضي حاجته، ستلايت وغيره سواته بيقفل بيرجع لكم المفتاح. عرفتي كيف يا اختي؟ والله كل اللي عم تحكيه ضروري. على كل حال انا معتاد يعني ابحكيش الا الضروري الضروري. سبحان الله على الاهدي. كيف شفتي يا بنتي؟ كله تمام. نعم بس في دروج كتير بفضل يحطوا لها قفوله اذا فيها شيء مهم. وسجلتها. ما في شيء مهم، كلها اوراق ودفاتر. اعطيني هالرشيد لشوف. الله يرضى عليكي. بتشوفوا لي شي صيدلية مناوبة؟ صيدلية؟ عفوا، المشكلة أنا قبل ما أدخل كلية الشرطة كنت في كلية الطب، وبعد أخذي على لساني يعني. عم أقول لحالي. تفضل. وهلق يعني نستأذن، ومع شكري العميق والغميق كمان لحسن استقبالك وكرم ضيافتك وحسن تعاونك، ها بتمنى كل الملاحظات المدونة أدنى تتنفذ. من اليوم بدي خليه يركب لي قفولة سبع طقات. تصوري مشان قنيني تغاز قتلوا اختيارة بحارة المسلخ. يا لطيف. لكان مو يا لطيف، يعني لو القنيني فقعت فيها منقول إهمال وقضى وقضى. على كل إن شكراً إنه عم تهتموا بأمن المواطن. هذا واجبنا. على كل حال يا مدام، إذا شكيتي بحدا فوراً تتصلي بالرقيب قهوجي على الطوارئ، بيجيكي هو وثلي أمنية. كتر خيركم. شوف يا حضرة الرقيب الله يرضى عليك، إذا المدام اتصلت أبتجيبش ثلي أمنية، بتجيب له ثلتين أمنيات تكرم عينك. مستأذن. الله معكم. سألنا خاطرك. مع الألف سلامة. على فكرة في كتير محتالين بينتحلوا صفة أمنية ليتسللوا على بيوت ويسرقوا، لذلك انتبهي للذلك. لذلك أي حدا بيقلك أنا آمن قليلوا المهمة. وبلكي ما أعطاني إياها؟ تتصلي بالرقيب قهوجي فوراً على طوارئ الكهرباء. وأنا كتير زعلت منك يا ملامة لأنك ما طلبتيش المهمة قبل ما تسمحينا بالدخول. لا باين عليكم مو شيء احتيال. كثر خيرك. يلا حضرة الرقيب نطلع على باب السطح لنشوف دخيل عينك. سطحكم فوق ولا تحت؟ ليش في اسطوح تحت؟ طبعا باليمن اساطيحهم تحت، بكرواتيا اساطيحهم فوق. لا اسطوحنا حاكم فوق. تفضلي لنشوف. يا رب. يا مغيث. مرحبا. اهلا وسهلا. وين مكتب التفتيش المالي؟ اول غرفة. شكرا. تفضل. معقول بدين خرب بيتهم هو وشركاته؟ يعني فيها شيء كثير دفاتر سيدنا؟ اللي شو اللي ما فيها؟ كل سنة بنشف ريقنا على دفاتر كاسبي وبيكسر ايده ليشحد عليها. ربحوا بالملايين ما؟ يعني ملايين؟ سيدنا يعني ان شاء الله يا حتألفطوه. الألفطة ما بتكفي. بس انتم ما قلتوا لي. نعم. منين حصلتوا على هالدفاتر؟ نحن طلعنا بتاكسي مشان نوصل اختي على شغلها. هي بتشتغل بشركة سياحية تبع تورست يعني. امنا يا اين هدول دفاتر منحوشين الطراحة الورانية؟ كنا بدنا نسلمهم للمخفر، بس لما لقيناهم دفاتر مالية
إن نحن مسلمكن ياهن رأسا بلا ناخذن المخفر والمخفري حولكن ياهن شنو بعدين بضيعوا خير ما عملتوا لحظة لنبشر المدير حاكم مستنيهن على غلطة لينكتلن الخمير والفطير ألو احترامي في مواطن ومواطنة عثروا على دفاتر مالية بتاكسي بتخص عدنان بالون يبدو أن الدفاتر الحقيقية لأرباحهم في أشياء كثيرة بدكم بالسجن هذا غير الملايين اللي لازم يدفعوها فيها ما يثبت تهربهم من الضرائب تزوير أرقام الدخول صفقات غذائية فاسدة سيدي أنا مبارح صار معي تسمم من هاي الصفقات الغذائية الفاسدة اللي بالدفتر وشو بدي أعدلك لعدلك حاضر حاضر فورا إن شاء الله يعني يخرب بيتهم وبيتي اللي خلفوهم كمان طيب نحن تأمروا منا شيء سلامتكم بحيي فيكم المواطنين الصالحين يلي هني أكثر الناس متضررين من هالرجل وأمثاله سيدي ما عندك فكرة قديش نحن متضررين الاسم الكريم إذا ممكن لنحطه بالمحضر حط فاعل خير لا ما بيصير لازم نورد الاسم الصحيح ايوه اسم أنا اسمي فؤاد دعدخش وهي أختي فطيرة دعدخش نحن وقتها سميناها فطيرة شنا بتحب المناقيش دعدخش؟ سمعان أنت شي بهالاسم؟ أبدا أنسة أنت سمعانة بيت دعدش؟ أبداً وأنت؟ بيت دعدش؟ لك إيه بيت دعدش؟ لا ومن إمتى حصل؟ من شي نص ساعة خبرني صاحبنا بالمالية وجيت على طول يعني انت اليوم ركبت تاكسي ونسيت الدفاتر فيه اعوذ بالله انا بحياتي ما بطلع الدفاتر بالبيت بعدين ليش لحتى اخذ تاكسي انا معي سيارتي وهكذا بدا تاريخ عصابه الثلاثه من احفاد علي بابا في مملكه سفلكونيا عم تسمعي عم بسمع وانا عم برا ولا تعجب أخي القارئ إذا عرفت أشخاصاً كأشخاص حكايتنا بوجوه مختلفة وأسماء مختلفة ولا تعجب من تفاصيل حياة بطل حكايتنا نوار النوشي التي قد تشبه بعض تفاصيل حياتك وإلى اللقاء في الحلقة القادمة تعرفي حبيت الحكاية ظريفة بس في ناس عم بتقول انه المقصود فيها معلمينا 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 اشرف من عليها واشرف من عليها معلمينا فشل مرحبا اهلين تحسين بيك لك شوفي جبتونا على ملاويشنا كرفتر شوفي صدقني ما بعرف يا تحسين بيك فت لعنده وقدمت له القهوة على الطاولة اجات لي فوق من عدنان بيك وسمعت بيناتهم عياط مشان دفاتر وما دفاتر وقال له تعال عندي وقال لي لي تعال عندي جيت لعنده قام قال لي رول عند السكرتيرة إلها انه خلي يجي تحسين لهون قمت انا قلت لها ما قلت ليه وهيك قال لك تحسين حاف ولا تحسين بيك؟ لا تحسين حاف مقبولة هي المزحة من المعلم مقبولة بس هو بيك أبن عن جد إذا حدا سأل عني هون أنا عند البيك حاضر تحسين بيك رح فوت معك مشان نفهم شو القصة شو بفوتك معي؟ اجتماع مغلق شو بفوتك؟ شفت الجريدة بإيده؟ شفت الجريدة بس بحياته ما أرى جريدة بس على ما يبدو ويظهر حب الحكاية يظهر قلبك أطيب من اللازم حتى أبو العز حب هالحكاية إيه وقال لي كل يوم تنزل على السوق
بتلم لي كل الاعداد تبع الينبوع وبتجيب لي اياهم لهو. في حتى ما حدا يقرا. بتعرفي من انا وصغير بحب قصص علي بابا وشلون بيهرب من العسس. من ايش؟ من العسس يعني الشرطة. لك انا شرطة هدول؟ بصوا مقالات هذا التافه اللي يكون حركة السلطة علينا. يا عمي هدول من تحليل صفة شرطة. صحيح من تحليل صفة شرطة، لأنهم لو كانوا شرطة ومكلفين بهالمهمة كانوا بيسلموا الدفاتر للمالية بموجب ضبط رسمي. الدفاتر تسلمت للمالية على أساس مواطن لأهب تاكسي. معناتها من تحليل صفة شرطة. يا شو عم نحكي؟ يا ترى شو العلاقة بين هذا الصحفي والفاعلين؟ مو بالضرورة يكون في علاقة. طيب ما وصفت لك ياهم؟ بلا، قالت شرطة ملازم ورقيب بالشرطة النسائية. شايفتهم قبل المرة؟ مو شايفتهم؟ أبدا. معناتها في حدا راكد وراء أزية عدنان بيك. وراء أزيتنا كلها. هالدفاتر هدول بيحطوا رجلينا بالفلق كلياتنا سوا. رجلينا سوا بالفلقة مو من هلا، من 20 سنة. طيب انتو قريتوا شو كاتب هذا التافه اليوم؟ مشان هيك عم اقول من 20 سنة. طيب والعمل؟ اسمع، بتروح على المخفر وبتقدم بلاغ بانك نسيت دفاترك المالية بسيارة تاكسي، بعدين بتحط دفاتر المالية بشنطة وبتعطيها لحدا من جماعتك يحطها بشي تاكسي وبيدفع له ويقول له يوديها للمخفر على اساس زبون نسيها بسيارته. طيب شو بنستفيد اذا دفاترنا الحقيقيه صارت بالماليه؟ بنستفيد انه بنثبت بمحضر نظامي بانه دفاترنا انفقدت بتاكسي ورجعت التقيت، والدفاتر يلي بالماليه ما لنا علاقه فيها ولا بتخصنا. تفضلوا. عدنان بدي وصيك، اوعى اوعى تجيب سيره لحدا بانه الدفاتر انسرقوا من عندك من البيت. عدنان بهيك راكبه. عدنان لا تنسى تحط شيء يدل على شخصيتك بالشنطه، جواز سفر، هويه، رقم هاتف. احترامي عدنان بيك. اهلا. يا حي الله عدنان بيك. الله معك عدنان بيك. سلم عدنان بيك. راح. لوين راح؟ بكره بنقرا بالينبوع. الله لا يحرمنا من افكارك. المهم تديروا بالكم، شايفين الجو شلون محموم حوالينا من هذا اللعين اللي اسمه قرقل. عندك حق حاكم، مو كل مرة بتسلم الجرة. لسه ما سلميت، الدفاتر بعدهم بالمالية. أبو العز قلتك هذا الدغري ما بيقدر يلاقينا دوبارة لهالشغلة هاي. جبتها والله، ما قلنا غيره. ألو. احترامي يا بيك. سلم لي عليه وسأله عن العشاء. بيسلم عليك تحسين سيدنا. ايه ليكو جنبي بيسلم عليك، عم يقول ان شاء الله العشاء كان على ذوقك امبارح. تسلم يا سيدي، الله يخلي لي اياك، فضلك على راسنا كلنا. سيدي في موضوع ما بعرف اذا بتعطينا من وقتك شي 5 دقائق لانه صعب ينشرح على التليفون.
حبيبتي طالع لك مفترج بالفنجان. منين بده يجيني المفترج اذا كان ما عم يطلع لي غير بالفنجي؟ عمو لا تحملها، اذا هي ما زبطت بيزبط غيرها. منين 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 نلاقي غيرها؟ يعني حتى لو لقينا غيرها بنفدوه. مو كل مره رح تسلم جرته. يسلم ايدين يا رب. شو وينها حسنة؟ لسه ما رجعت من الشغل. شغلة الدفاتر يا حالة يا حالة، لازم كانت تدكم بالحبس. إلا ما يوقعوا. كيف بدون يوقع إذا كان الدنيا كلها معهم؟ عمو مو إذا فيك موصولي معهم معناتها الدنيا كلها معهم. ولا معي؟ أنا معك ورامز معك وحسنة معك وأبو عنتر، ما بيكفي؟ وكوفي عنان مع مين؟ مع أمريكا. المهم أنت ما تيأس وحقك لازم تصل له. حقي حقي قدامي وما قادر أوصل له، مو شي بيأس يعني؟ عمو ما حدا قدي كان يأسان من هالدنيا، وظرفي صرت تعرفه. أنا اللي بعرفه. وأنت زرعت فيه الأمل وزهر وفتح. معقولة يخلص من عندك الأمل ويبدأ عندي؟ بس العلة إنه هن كبار وقوايا، شو رح نقدر نعمل لهم نحنا؟ نقدر، والحجر يلي ما بيعجبك بفجك. مزبوط معك حق، شنو الحجر أم يعمل عمايل فلسطين؟ لماذا؟ لأنه إذا تعرضت أمة لهزيمة ليس معناه أن حياتها كلها ستكون هزائم، وكما قال الشاعر ما طار طير وارتفع عين. عين عين الله عليه. لا هي مو شعر، نلاقي شعر لازم. ايه على نفسها جنت براقش شين شين. شايفكم صرتوا صحاب، وين الوعد؟ كنت انا يعني اما اقنعها بالتي هي احسن انه تخلي لك الاوضه. ايه واقتنعت؟ لا، كيف بدي انحرم من هالوش؟ ولك انتي اخلي وبعطيكي صورتي. شخصي احلى. ايه اول ما بصل لميونيخ بشوف مدير الشركه هذا تبع هارون، مو هارون، مو هارون، هرن 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 همرن. ايه وبدفع له الرعبون. بس انت لهلا ما بعثت لي البروجيه تبع المعمل. تفضل. احترامي معلم. اهلين. شحم وصل. بعدني ابو العز بيك وعم يقول. لحظه لحظه، شحم معي على التليفون. بعدين بنط على هي اللي اخرها برغ. ايه برغ. ايوه ايه نرم برغ. ايه مشان اطلع على معمل الجبنه تبعهم. ايه المبلغ كله يا تدبر 100,000 اخضر كالعاده من الفحامه. طيب على كل، اذا صار معي شيء بخبرك من هنيك مشان حطك بالصوره. فكس احسن الفكس، شنو الخطر خارجي مراقب. مزبوط. ببعث لك فكس. بتوصينا بشي غيره؟ طيب لكان ادعي لنا. جبت البطاقة والبروجي. وهي البروجي وهي البطاقة. وقال لازم تكون الساعة 10 بالمطار. بعرف. بعتذر لكان. المهم البطاقة فرست كلاس؟ لا درجة أولى. خدها رجع. أنا قلت لك فرست كلاس. قال هي هي. لك شو مين هذا اللي قال هي هي؟ بالشركة. منين بيجيبوا لي هالتسميات هي؟ وأنا أبو العز بيك بيأمن أكثر إذا أنا بوصلك على المطار. قال لي هالشي مشان ما تنعاد شغلة الدفاتر. كنا نعرف هي الشغلة مين وراها؟ يا أخي أنتو حساتكم كتار ما شاء الله. بده يكون يعني شي شركة منافسة. وأنا هيك قلت. أساساً أنا قلت رأيي لأبو العز. معلم هل الأخضر منين بتجيبوه؟ من الفحامة؟ لا
من السوق السوداء. هاي تبع الفحام يا رمز. شنو التليفون مراقب؟ عم اقول لحالي شنو بالفحامة ما في شيء اخضر غير البطيخ. وانت يعني لشو هالسؤال؟ شنو ناوي صمد مصاري واشتري دولار؟ ها وشو بدك فيه؟ مشتهي تعرف عليه شخصي للدولار. انا بس بكرة ارجع من المانيا بارجيك يا. ان شاء الله ما بترجع الا على جناحات السلامة. طلع شي من شغلة الدفاتر؟ مثل ما طلع من مقالاتك. على الأقل مقالاتي شوي شوي بتخلي الرأي العام يحكي. عمو الرأي العام ما بيحكي، شنو الراديو أما يحكي عن الكل. يا عمي اسمع مني، ما في فايدة من هيك عمليات، لأنه بعد شغلة الدفاتر صار عندي قناعة أنه في أيدي خفية ورا كل هالتجاوزات. هاي العملية مضمونة، شنو واحد عم يهرب دولارات برات البلد بيروح فيها مؤبد لانه يتبهدل وينحبس يوم واحد بس بكفي. اخي ابو الغور انت ما بتقدر تنفذ العمليه، شنو بيعرفك؟ لا ابو عنتر، الشباب هون بالمسرح كلهم جاهزين يعاونوني. شو قلت لي اسمه هون؟ كومبرس. مدري ليش كنت بفكر انه الفنانين لا وتشد ايدك تاريهم النشامة. ودخلك شو رايح يعمل بألمانيا؟ بدهم يفتحوا معمل حلوم ألماني. وبدك تعرض له على طريق المطار؟ يعني هيك الخطة. بلكي فشلت الخطة وعلقت. لا تخاف عمو، ما بعلقش اني، ما حبين انا حوقف بعيد. انا حليته، اذا فشلت الخطة يقولوا الكاميرا الخفية. مزبوطة هاي، يعني منكم وإليكم والسلام عليكم. أبدا سحتوت وشأدوحة. شغلنا هالمكيف برد بخاف تنلطش. لكن شغلنا هالشوفاش. حاضر. لك شو هالشوفاش تبعك هذا بيدفي بدل ما يبري؟ بده صيانه. المهم انا برجع الخميس الساعة 7 مساء بكون بالمطار. ها اصبح انا بطلع الساعة 6. لا تطلع، دق على الحركة بالأول، بركدن صار تأخير. ليش هيك الدركسيون عم يخطف؟ شو بهالشي السيارة؟ يظهر الدولاب للدمان اليميني حاطط شوي. يعني ما بيوصلنا على المطار؟ ما بظن، خايف يقطعنا. ليش دواليبك؟ مو توبلس؟ لا شمبرير. ها إذا شمبرير ما بيوصلنا. لكان ليش الواحد لازم يطلع قبل بوقت؟ شنو ما بيعرف شو بصير معه؟ هلا رح لف من هون شنو في قومجي. هذا هو. مرحبا يا أخ. أهلين. منين جايين؟ من الشام. ولوين رايحين؟ على المطار. ومن هون طريق المطار؟ لا بس الدولاب حاطط ورايح لحتى انفخه. ايوه الك سياره؟ لا للمعلم. مرحبا. اهلا وسهلا. افتح لنا غطا الصندوق. شو معلم؟ افتح لهم يا هدول رجال امن ولازم نتساعد معهم.
شنو هدول عم يحرصوا على سلامة الوطن والمواطن. وأنا من جهتي بتشكركم باسم الجماهير الكادحة. شكرا. شو فيها الشنطة؟ ما بعرف. لحظة. شو فيها الشنطة تحسين بيك؟ شو بده يكون يعني فيها؟ أوعيي شني مسافر لألمانيا. إذا بدهم افتح لهم إياها خليهم يتحققوا. تيابو شنو مسافر لألمانيا؟ بتريدوا افتح لكم إياها؟ لا ما في داعي. انتو امن ولا كومبارس؟ كومبارس منلكن هاي الام سكستين؟ هدول خشب تبع مسرحيه بنادق الام كرار. ها وبلهنا وينو؟ ورا الشجره مع الكاميرا الخفيه مشان الاحتياط. شحوا وين دولارات؟ وطي صوتك. وين دولارات؟ بشنطة الوراق يلي قدامه. روح. شو فيها الشنطة؟ ما فيها شيء، شوية أوراق وجواز السفر وبطاقة الطائرة يعني وما شابه. ممكن تفتح لنا إياها؟ المشكلة إنه هي الشنطة على الأرقام وأنا نسيان الرقم. وكيف بدك تسافر لألمانيا؟ بالطيارة. قصدي طالما الشنطة ما بتنفتح والباسبور والبطاقة فيها شلون بدك تسافر؟ مزبوط، بس من هون للمطار إلا أتذكر الرقم. إيه منستناك لتتذكره. علي بتذكر إنه أنت حطيت الرقم على 251. مزبوط، بس أنا مبارح غيرته. ممكن تتفضل لعندي لهون شوي؟ ممكن. مور تفضل، هدول حق فنجان قهوة. عم ترشيني؟ اوف، ليش انت مو من هالبناء؟ ايش هاد عم يرشيني؟ انا ما شفت شي. تعي عنصر صادر الشنطة. لك شو الشنطة؟ لك طول بالك شوي، وين في صادر شي؟ طول بالك، خد حق طنجرة قهوة. كلمة تاني بصادرك انت والشنطة، فهمت؟ سوك هاي الوصل بتراجع المخفر. ما بدي اياه. انا باخده. سيك. يلا تحرك. قديش كتر خيرك عمو فراس. وخيرك يا عمو. وانتو كمان. نفتح الشنطة ونطالع الدولارات؟ لا عمو، مو هذا هدفنا نحنا. لا بدا يقطع عمرهم، أخرونا. خايف يروح عليك موعد الطيارة. بس لا من لحق. لك أنو موعد وأنو ضرابي؟ ولا يهمك، هلا مننفخ الدولاب ومنكبسلها شوي على المطار مشان نعوض التأخير. لك انو مطار؟ لك شلون بدي انضرب سافر بدون الشنطة؟ ليش ما بتقدر تنضرب بلاها؟ عفوا فكرتك تحسين تبع زمان. تاني مرة لا تفتكر. بقصد معك الشنطة الكبيرة ما بتكفي؟ المشكلة المصاري بالشنطة اللي صادروها. لا وشو؟ خد معك ابو عنتر امن لك. ايه كتير امن. ايه انت الحق عليك، كنت اعطيني المصاري وانا بخبيهم بعدبي. ليش أنا هاي أول مرة بسافر؟ على كل ولا يهمك، الوصل معي. هلأ منروح على المخفر ومنطالب فيها وبكرة بتتيسر. ليش بقدر طالب فيها؟ بروح محكمة أمن اقتصادي.
تفضلوا سيدي. شو هاي؟ هي شنطة ضايعة على حدا. شو فيها؟ ما بنعرف. ما بنعرف سيدي شنو، يعني شنطة مو إلنا، ما بصير نفتحها، ما بجوز، عيب. احنا مواطنين شرفاء. وين لقيتوها؟ بتاكسي من شيات المطار. شنو أنا كنت بالمطار مستقبل أختي جاية من دبي، شنو هي موظفة هني. بعد ما استقبلتها وبوستها أخذنا تاكسي شحا أختي. أهلا وسهلا. بقامتك؟ بلا طول سينة يعني، أخذنا تاكسي ونزلنا، قام لفت نظرنا الشنطة هي محطوطة قدام الكنباية الورانية على الأرض، بس يعني مو تبعنا. نعم، قول يعني وصلنا البيت، نزلنا أغراضنا، أغراضنا كانوا نحن محطوطين بالصندوق. قام صاحب التاكسي نادلنا، قالنا تعوا نسيتوا الشنطة. عن هي؟ نعم، نحن ساعتها يعني فهمنا إنه حدا بده يكون نسيانا بالتاكسي، فجبنا لكم ياها حتى ما يقلفوها تبع التاكسي. نعم بقى، بلكي يعني حضرتكم بتفتحوها بتلاقوا فيها شيء يدل على صاحبها بترجعوا له اياها، خطي بيكون مضرور لها. احسنتوا، الله يعطيكم العافيه. يلا السلام عليكم. لحظه، اذا ممكن الاسم الكريم منشان الضبط، بعدين اذا فيها شيء مهم بجوز صاحبها يعطيكم مكافاه. شكرا، نحن مكافاتنا يعني ان رب العالمين، لاننا مواطنون شرفاء. نعم، وبالنسبه للاسم يعني انا اسمي فؤاد دعداش، وهي اختي فرتيكه دعداش، نحن سميناها فرتيكه شنو وقت اللي خلقت اجت هالقد هيك نص كيلو تقريبا، وبعدين يعني نفخت بالطول. مصيبه مصيبه، وطبت علينا على طريق المطار. ما رجع. خلاص طار. مين؟ تحسين بيك. صرت عشر مرات طالب منك ابو العز. اي والله دقيت له. انا وقت بصرخ بوشك ما بتصرخي بوشي منو؟ حاضر، بس صرت دقيت له خمس مرات. دقي خمسه لخال. حاضر. دقهم انا؟ لا لا تدقهم انت. ليش هي شو شغلتها هو؟ بالمكتب ما بيعرفوا وينه، والمدام بالبيت قالت طلع الصبح وقال له مالي راجع للمساء. طيب وعدنان بيك؟ عدنان بيك مو مسافر على تونس مشان مشروع معمل بودرة التسقية بالزيت. إيه كنتوا عملوا المشروع بسمني. لكان أنا ليش ما دخلت المشروع؟ شنو أنا بدي إياه بسمني وهو متنح إلا بزيت؟ وضروري تجيبوا من تونس زيت؟ إيه مشان لما يستوردوا يجيب معه كم شغلة باسم القانون عشرة. شغلته معروفة، لعبته معروفة، أنا كاشفها. ما رجع. روح افتلك علي أنا. روح بس لا تتأخر، شنو بخاف تلزمني ها مشان التحرك. شبو مو كان مسافر على ألمانيا وحنرتاح من نقه كم يوم؟ ما قلنا لك انه مصيبه ونزلت علينا على طريق المطار وما كنتي تسالينا شو هي المصيبه. هات لشوف شو هي المصيبه. كما شو معنا الشنطه وفيها 100,000 اخضر. ايه من هيك معصب. هو عم تحكي لحدا؟ لا. شنو هو ما بده السيره تنطش؟ شنو اذا السيره انطشت ما بتعود تتلملم؟ هلا سمني بس يطشوها على التسقيه تتلملم شي؟ طبعا لا. ها وهي هيك هي شنو انطشي. مرحبا. اهلين وسهلين. لك شو صار معك؟ مين سيد حسين؟ مو انا ولا انا. وينه هذا اللي طلع وقال وفات لجوا؟ تفضلوا. مو هون، راح البيت. سيد تحسين، شو في يا ابني؟ شو في؟ صرت معنا على المغفر يا ابي. وليش المخافه؟ في لك عنا ما نبنا نسلمك ياها. مو مشكله، جيبوني اياها لهم بالسينما هون. بالاول في سين وجي شريف. ايدك عنه يا اخي، شو شغلة فوضى؟ انا بوصلكن يا وين ما بتريدوا. تحسين بيك هاد. ريح حالك، سيارتنا اوجا.
شريف لدي لاخذ العده تبعي. شكرا اخي ابو عنتر، تفضل. ابو عنتر انكشوا نكش لابو العز من تحت الارض. قلبي يا ناس، ليه هالظلمه؟ ليه الشنطه مولانو؟ راح روحه بلا طشه.